مش عارف. انت جاي النهارده عشان تصور مع كاس؟ قول له بقى انت ايه واخد بطوله ايه؟ انا واخد بطوله العالم منين؟ السباحه. السباحه هو امريكا. قول لي انت جاي ليه؟ جاي ليه دلوقتي؟ تصور مع الكاس. هو كاس. انت فرحان ان كاس العالم جه مصر؟ محمود بطل عالم في السباحه النموذج الخاص في 2011 اتينا 2011 واخد 4 ميداليات 2 ذهب وواحده فضه وواحده برونزيه، وامريكا 2012 واخد 2 ذهب وواحده برونزيه في السباحه النموذج الخاص. محمد ايه؟ عمر. محمد محمود ده ولا ايه يا عمر؟ مبسوط يا محمد؟ بتلعب ايه؟ ايه؟ ما هو لما كلمتني الصبح بولينج سباحه ولا سباحه روسيه تنس طاوله وتنس طاوله. بتلعب في نادي ايه؟ نادي الشمس. حضرتك معاه في انا مدرب بتاعه في البولينج واحنا هو محمد اسان معانا بيلعب معانا في سبيشال ليمتس. ده بجد ايفنت هايل واحنا متعودين دايما من كوكولا على الايفنتات الجميله ديت. احنا طبعا كلجنه منظمه سبيشال اولمبيك دايما كوكولا بنبقى معاها في الاحداث بتاعتها. ايفنت زي دوت في ظل الظروف اللي احنا فيها ديت متهيألي ان هو هيختلف كتير في موضوع السياحه واقتصاد مصر ان شاء الله باذن الله. يعني انا عمر سعيد جيت هنا عشان استمتع ويبقى عندي ترفيه، ابقى العب ترفيه، ابقى العب كوره، ابقى اتفرج على كاس العالم. انت اتصورت مع كاس العالم؟ مبسوط ولا ايه؟ حاسس بايه؟ حاسس بالسعاده. انا كنت بلعب كره القدم، كنت مهاجم بلعب كره القدم، كنت بجيب اجوان بسهوله الحمد لله، بس ربنا اصلي من المرض ده اقول الحمد لله. انا جاي احتفل مع بنتي عشان اعرفها يعني ايه كاس العالم، واوريها ازاي ان احنا يعني ممكن مصر تعمل حاجات حلوه كتير قوي قوي قوي، وازاي نبقى بكره هيبقى احسن وبكره هيبقى كويس لما الناس تعمل حاجات حلوه ولما الناس تبقى كويسه ولما الناس تبذل جهد. لازم بكره هيبقى كويس، ادام في جهد لازم بكره هيبقى في نجاح. بعدين الايفنت مختارين مكانه حلو قوي، يعني انت وراك الهرم، يعني امبارح الناس نجحت وعملت حاجات حلوه عاشت لغايه النهارده، وكل ما هنجتهد كل ما هنعمل حاجات حلوه وهيجي لنا حاجات حلوه، وهتبقى بكره الناس بتشوف مصر قد ايه عظيمه والشعب قد ايه مكافح والشعب قد ايه بيعمل حاجات حلوه وبيجيب لبلده حاجات حلوه وجميله، ان شاء الله بكره نبقى احسن دايما. نتفق مع امي مع كاس العالم. اتصورتي مع كاس العالم؟ مبسوطه قوي. ايه احساسك؟ ايه قولي لي قد ايه مبسوطه وانت بتصوري مع كاس العالم؟ انا لعبت كوره. انت بتلعبي رياضه اصلا؟ بتحبي الكوره؟ بتحبي مين طيب في اللعيبه؟ ابو تريكا. ابو تريكا.